السادة الحضور، السيدات والسادة الحضور، أسرار الدنيا يهتم صباح. موضوع الصحة الدراسية موضوع يشجع له من أهمية لمكان، وربما أكون في هذا المجال الاتجاهي أكثر من النظامي في خطابي الرسمي، ولكن بصورة اتجاهية ستقدم على ثلاث نقاط. النقطة الأولى الأساسية هو تقييم الصحة المدرسية لها في هذه النقطة بالذات. يجب أن نؤكد أن حدث الصحة المدرسية لم يكن وليد البارحة. مادة 94 من قانون 18-11 الخاص بقانون الصحة ذكر في هذه المادة الأهمية التي يوليها قطاعنا بمعية القطاعات الأخرى للصحة المدرسية. معناه أن الموضوع قديم، ثم المحاولات التي كانت من قبل في مجال الوقاية كانت تعني الطفل والطفل المتمدرس، وتعني أيضا كل شريحة الصحة المدرسية، مما يعني أن الجزائر قد سابقت أحداث وكان لها الفضل في العناية بالطفل وبالمتمدرس من خلال المجهودات التي كانت قبل قانون 85. قبل قانون لما جاء قانون 2018 عزز هذا الدور وهذه الأهمية بالنسبة للصحة المدرسية. يعني من ناحية القانونية هناك حماية للصحة المدرسية.